مدينة دامبولا، الطريق يتجه إلى كولومبو، وهذه محلات تجارية معظمها للبوذيين، وهناك بعض المحلات التجارية للمسلمين أيضا. هذه مدينة تاريخية جميلة جدا، وهنا فنادق سياحية، وهناك بعض الأماكن للفيلة، يمكن ركوب الفيلة، السائحون يعطون كثيرا لأجل هذا. ومعظم السكان في هذه المدينة، مدينة دامبولا، من نوعية المسلمين، ولكن هناك بعض القرى للنافل يسكنها المسلمون. هذا وقت الصباح، نحن الآن في شهر بداية أبريل، موسم المهرجانات البولية، المحلات تفتح بعد الساعة هذا وقت الصباح. مدينة دامبولا يأتي إليها السائحون من جميع أنحاء العالم. السفر هنا إلى مدينة أيضاً.